مع رئيسة لغرفة النقابية الجهوية للحلاقة باريانا وعضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للحلاقين سي عمر بن عبد العزيز الورغي. سي عمر مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور، صباح الفل والياسمين أختي، مرحبا بك، مرحبا بديوان أفهام، مرحبا بكل مستمعين ديوان أفهام إذاعة ديوان أفهام. شكرا يفضلك، تحياتي لكل مستمعينا في أريانا. مبادرة أول مرة تقوموا بها كغرفة، وعلاش فكرتوا فيها؟ أول مرة نقوم بها لإحساسنا كمسؤولين معناها، وك معناها نشوف في الوضع الاقتصادي في البلاد ككل، معناها وضع معناها مخنق ياسر ومحرج ياسر، والعائلات متضمرة معناها من الوضع ذا، وخاصة في غلاء الأدوات المدرسية اللي وصلت الكراس ب 3500 و 6500. رينا من الصالح باش نكونوا احنا سند العائلات هذيا بما استطعنا بما نقدروا عليه. معناها أنا كرئيس الغرفة ورئيس المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بولاية ريانا ومع التشاور الأعضاء، قلنا علاش ليه معناها ما نقوموش بالمبادرة هذية للشركاء نتاعنا. إنسان ساعات يجيب لك ثلاثة أربعة صغار معناها يحس يشوفوه محرج معناها، وثم شكون اللي يوصل يكردي معناها الأحجام ولت معناها يوصل يكرديها معناها ما عندوش حق الأحجام، يقول لك بالله فوت لي هالظرف هذا يا الصعيد. معناها قلنا فهمت علاش ليه معناها ما نقدموش، خاطر الحلاق بصفة عامة في تونس راهو صاحب الجود والكرم، وهو ديما في معناها الحالات الاجتماعية ذي يكون هو السباق هذا اللي مستانسين به في تونس. عاد نحن لينا معناها كل معناها المحبة وكل معناها رحابة الصدر لكل من يستجيب لهذا المقترح لمساعدة الشرفاء في تخفيض استثنائي في الظرف هذايا في تسعيرة الحلاقة بمناسبة حلول السنة الدراسية 2023-2024. أعطيتوا نسبة في التخفيضات ولا خليتوها معناتها كل واحد كيفاش يحب يخفض؟ إيه ما وهي الأسعار حرة والتخفيضات زادة حرة معناها مطلق، هو يحب معناها يساعد بالقدر اللي يقدر عليه اللي يعرفه مناسب. معناها كيجي واحد مثلا مستحق وكذا ما فيها بيت يسيبه ولا يعطيه نصف تعريفة ولا حاجة، كيجي واحد ما يستحقش حاجة يعمل له دور ويسالش مثلا حتى مشكل ينظف له منه وكذا ويدير له أمور ويهيئه، معناها ما فيها بيت نقدموا المساعدات على قدر ما أمكن. رغم اللي معناها نعرفوا اللي تعريفة الحلاقة في تونس أضعف تعريفة بالنسبة للدول المجاورة، معناها تعريف تونس في الحلاقة أضعف تعريفة بالنسبة للدول المجاورة معناها بالنسبة للمباهي. عاد نحن نعول على رحابة صدور الزملاء باستجابة لهذا المطلب وتطبيق معناها للتكافل الاجتماعي، معناها وزيد بخلافة ذات ودون ويقول لك من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن نفس كربة عن مؤمن نفس الله كربة له من كرب يوم القيامة. علاش ما احنا ما نكونوش نبادروا ونساعدوا بعضنا، خاطر راهو اخرتها ما نلقوا كان بعضنا، راهو ما ينفعنا شيء، اخرتها نلقى الشعب هو اللي يلقى بعضه، راهو ما يفيدنا شيء. والله والله معناها نطلبوا فهمتي باش تكون الشعب كامل يد واحدة ووقفة واحدة فهمتي، ولا باش نتغلبوا على الصعوبات اللي نمروا بها، ولابد راهي كل بلاد لابد تمر بصعوبات كيف هكا، لابد تجي مش ديما نوار ديما زاهية ديما ربيع، راهو الطقس متبدل معناها الطقس مرة ربيع مرة صيف مرة سخانة مرة شتاء، معناها نحن زاد نكونوا فهمتي ولا في مساعدة الغير. منظوركم انخرطوا في المبادرة هذايا سي عمر؟ نعم. المنظورين نتاعكم المخرطين في الغرفة عجبتهم المبادرة انخرطوا فيها؟ عجبتهم وبرشا بادروا فيها، وقبل ما نعلن هالإعلان هذايا والنداء هذايا بادروا فيها برشا 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 واستحسنوها، وحتى معناها الشرفاء فرحوا، وثم الحريف اللي يجيك معناها في قاعة الحلاقة راهو ما يجيش كان الضعيف الحار، راهو ثم شرفاء معناها ربي يعاونهم وربي يزيدهم معناها معناها يعطوك حتى يعوضونك اللي سيبته فهمتي، معناها يعوضنك اللي سيبتي. فما ناس ورجال أفاضل ومعناها طيبين
يعرف الشيء هذايا ويحس بيك انت زاد حاجين عندك صغار، عندك ثلاثه واربعه صغار، كيف باش تلبسهم، كيفاش باش معناتها تشيل مدارس مدرسيه، كيف باش تخلص ورقه الماء، ورقه الضوء، الاكل كل يوم. هاك تشوفي انت صرت تزيد قداش ولت، معناها ولت الدوبل والتريبل. هاك تشوفي انت الخبز مش موجود بالصف، هاك تشوفي في كل شيء ما يدفع حتى شيء على عامه الناس شنو الوضع اللي نمروا به. معناها ثم ناس طيبين يجي انت يعرف الحاجين زاده هو حواله تعبه وكذا، ولكن من الضعف نعمل قوه. مبادره انطلقتوا بها من ولايه ريانا، عندكم النيه باش يتم تعميمها على الغرفه الوطنيه يعني في مختلف الولايات الاخرين، ولا قلتوا ايبا نبدا واحنا احنا النموذج وهما يطبقوا في جرتنا؟ اي نحن احنا نبادروا بالمبادره هذه، نبادروا بها. فهمتي؟ قالوا اول الغيث قطره، الغيث قطره، احنا نكونوا المبادرين الاولانيين. وزاد هذايا المطلب هذايا معناه المقترح على كامل تراب الجمهوريه التونسيه، من الحجام الكل في تونس، راهو مش مقتصر علي انا برك. اللي يحب يقوم به مرحبا يقوم به، مش باش يشاورني كي يقوم به، معناه هو له حريه الاختيار. ومش ضروري معناها الا ما تقوم معناها الغرفه الوطنيه وتزيد تتكلم، معناها واحد يكفي عن كل، معناها نقولوا احنا في ديننا كله فرض كفايه، لا فرض ما نعرفش كيفاش يقولها، معناها فرض عين. فرض كفايه ليس فرض عين، معناها كل واحد بما استطاع. نحن حتى مش من حجام والله، حتى نتمنى لكل القطاعات الكل اللي يقدر في الظرف هذايا باش يمد يد المساعده للعائلات، معناها اللي الظرف صعيب عليهم ياسر يمدوا يد المساعده. يا خويا راهو معناها انسان، تصور انت حتى عندي زوج صغار يخيم فيهم، راهو كان جبت الزيادات هذيا نتاع ادوات المدرسيه في وسط العام تتعدى، اما هذايا باش يصدم يشري كونتيتي معينه نتاع الطب، باش يجي كونتيتي معينه نتاع كرارس نتاع السيلوات نتاع كذا نتاع كذا نتاع كذا. ايه المواطن الموظف، ونفرض الموظف شنو هو شهريته؟ خارج من صيف، خارج من اعراس، خارج من عيد، خارج معناها ظروفه ورا بعضها، وزيد جاي المولد النبوي الشريف نهار 27 سبتمبر، هذا يكون في علمكم، معناها الناس الكل زاد تحب تفرح في المولد، تحب تتفرهد، تحب تعمل التقاليد نتاعها، ايه كذا باش يفضل هذا من شهريته، وكاري، وتلقاه كاري حانوت، وكاري دار، وكاري، وحالته حليله، وكذا، بربي نطلبوا لفته كريمه لسياده الرئيس الجمهوريه، أن ينظر لنا في الموضوع هذا ويعاوننا ويعمل لنا يد مساعده، يحاول باللي يقدر عليه، سيدي الرئيس قيس سعيد بتقدر عليه يعاوننا، يرحم والديك يعاونك ربي وتلقاه في ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا ويفضلك سي عمر الورغي رئيس الغرفه الجويه للحلاقين باريانا عضو الغرفه الوطنيه، شكرا ويفضلك يعطيك الصحه على جمله التفاصيل اللي قدمتها حول المبادره اللي قامت بها غرفه اريانا بدعوه منظوريها بدعوه الحلاقين الى اقرار تخفيضات لمساعده التوانسه على مجابهه ظروفهم الصعبه بمناسبه العوده.